بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. قديما قالوا الكذب ملوش رجلين، ولكن يا أخي الغريبة دلوقتي أصبح الكذب مثل الأخطبوط له 100 ذراع ورجل يلتف بها على الحقيقة ويعتصر بها العقول. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء الخميس من برنامجكم الأهلي في رمضان. أمسية نتمنى إن شاء الله أن أنتم تستمتعوا بيها، خاصة أنه زي ما أنتم شايفين الاستهلالية الجامدة قوي المهندس عدلي خدها على وش رجله في الثمانيات. أنا بس عايز أقول لك حاجة خطرت على بالي وأنا بتفرج على الدراما وبتفرج على الإعلام والميديا والسوشيال ميديا. اكتشفت أن إحنا بارعين في صناعة الكذب. الكذب وبنمهد له يعني أنت لما تتفرج على مسلسل فتلاقي البطل اللي انت بتحبه او البطل اللي انت بتحبها طول المسلسل بتحلف كذب. انت متخيل المتلقي او الطفل او الطفله او البنت او الولد اللي قاعدين بيحبوا البطل ده عجبهم هذا المنطق وبيستخدموه في حياتهم. صحيح. ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش حاجه والله، وهو مخبي حاجه في ايده. واخسر ديني وحلف حلفان بالله يا اخي ولا بيهمهم، وحلفان وهعمل واسوي واذبح وهو مش هيعمل حاجه، وهو بيكذب في مشهد بيصدر للمتلقي انه كذاب ولكن يقسم ويحلف. واصبحت السوشيال ميديا وبعض الاعلاميين بيصدروا مشهد الكذب وكانه الحقيقه واستحوذوا بها على عقول قطع كبير من الناس. يعني حاجة، والحمد لله والله العظيم على رأي المثل الصيني يأتيك النهر بجثة عدوك. عدوك اللي هو الكذب. صحيح. يعني المنطق الكذاب تبص تلاقي الأيام بتكشفه. أيوة. بلسان صانعيه. عشان كده واضح إن الكلام له صلة ولو علاقة بمضمون الوصلة دي بمضمون لقائنا مع حضراتكم النهاردة في الأهلي في رمضان. لكن عايز أقول لكم إنه بمناسبة رمضان والأمسيات الرمضانية وحتى الدراما التلفزيونية، امبارح كما لو كانت مباراة الأهلي وسموحة مقلب من مقالب رامز جلال. فريق ضاغط، فريق مستحوذ، فريق عامل أفضل واحدة من أفضل مبارياته من فترة طويلة، فرص كتيرة عمال تضيع، وفي الوقت القاتل اللي أنت باستمرار كنت تنتظر لحظة السعادة للأهلي يحصل المقلب الغريب جدا وسموحه يسجل بهدف. يا باشمهندس خطوره الماتشات اللي زي دي اللي بتبقى من جانب واحد انها بتخدرك. انت في الملعب بتبقى مش حاسس باي نوع من انواع الخطوره وحاسس ان انت قريب جدا من المكسب، فتبتدي تفقد حذرك. ايوه. جون لا مبرر له. ايوه. انت فاضل لك ثواني على اطلاق صافره النهايه. واحد اللي انت بتعتبره صمام امانك طلع ان هو عايز يلعب الكوره الطويله من ورا دون ان يؤمن او يخطر على باله لحظه ان ممكن الكوره دي ترتد عليه. فهنا المشكله. المشكله انك انت يؤتى الحذر من مكمنه. ايوه. يعني صح صح. فعموما الماتش ده يا استاذ ابراهيم انا كان عندي اجتماع بره. مش عايز اقول لك اني ما اتفرجش عشان الاجتماع ده، انا رحت الاجتماع كنت عريس عليه عشان ما اتفرجش. عشان ما اتفرجش بتستغل لكن الوقت. لكن فوجئت ان بعد الشوط الاولاني بقلب كده لقيت التعادل 1-1، لكن لاول مره يا ربي احنا بنبقى كسبانين والطاقه السلبيه الى على السوشيال ميديا ما حدش عاجبه حاجه. لقيت الناس لا بنلعب حلو قوي باذن الله وبتاع، والشوط الثاني هنشوف جولين ثلاثه. كان في رضا على اداء النادي الاهلي. وبعدين خلاص الدقيقه 94 ولا حاجه و90 قفلت التليفون بقى وقاعد، الراجل جايب لنا الشاي. خسرنا يا كابتن. قلت له خسرنا امتى يا ابني؟ ده انا لسه قافل خلاص. الراجل ماسك الصفار حصاف. قال لي لا ما هو جه جول. فعموما هي هزيمة هكذا يخسر الأبطال. وأنا اللي مش عامل لي إزعاج إنها ليست هزيمة مستوى ولكنها هزيمة ظروف. أي. وأعتقد
كلنا واولنا الشناوي محتاجين عشان نخلي بالنا. لأن هي جت في لحظه يمكن تداركها او في مسابقه يمكن تداركها، وانت بس ضيعت قيمه الناحيه الرقميه في فوزك على الزمالك، مش الناحيه المعنويه، انت كسبت الزمالك خلاص، لكن كان عامله لو كسبت كل ماتشاتك هتعمل لك فارق مريح. دلوقتي انت عندك 3 بونت لازم تحافظ عليهم، لكن انا شايف برضو ظروف قاسيه على النادي الاهلي جدا في عمليه ده جون الشحات اهو بيتذاع، يعني رضا كامل على الشحات امبارح. ايوه واخد بالك، ما هو احنا عايزين نفوق مع بعض. أي. مش واحد يفوق التاني ايه التاني ينزل. صحيح. الاصابات، الظروف صعبه على النادي الاهلي، الجدول اللي محطوط والله العظيم لو بتقول لواحد كيف تضيق على فريق ما يعمل هذا الجدول. الجدول يا جماعه غير طبيعي، غير طبيعي، ولما الجهاز الفني بيشتكي بيشتكي بناء على واقع موجود. انتم متخيلين ان امبارح لسه النهارده مستر موسيماني ما قدرش يمرن اللعيبه، حاسس ان الناس محتاجه تاخد فرصه تشم نفسها، فاداهم راحه النهارده، بكره هيتمرنوا يوم السبت مباراه انبي. فانتم متخيلين انه انت بتلعب امبارح وهتلعب بعد بكره 24 ابريل مع انبي، 27 ابريل مع المصري. بصوا حجم المباريات واهميتها، يعني السبت انت بتلعب مع انبي، 27 هتلعب مع المصري، 30 ابريل هتلعب مع الجونه، يعني 24 27 30 اقل من 3 ايام على طول مباراه، ويوم 3 مايو هتلعب مع غزل المحله، ويوم 6 مايو هتلعب مع الاتحاد، ويوم 10 مايو هتلعب مع الزمالك، و14 مايو هتلعب ماتش دور الثمانيه في دوري الابطال افريقيا، و21 مايو هتلعب مباراه العوده في بطوله افريقيا، 28 مايو مباراه كاس السوبر الافريقي مع نهضه بركان. يعني لمده شهر فقط من 24 يوم السبت لغايه 28 مايو انت بتلعب مع انبي وتلعب مع المصري وتلعب مع الجونه وتلعب مع المحله في المحله ومع الاتحاد في اسكندريه وماتش الزمالك وثلاث ماتشات افريقيه، 9 مباريات. يعني ده كلام غير ادمي بالمره يا باشمهندس، غير ادمي، ويتخللوا مباريات افريقيه حاسمه. يا اخوانا يعني بقول لك انت لو يعني مش عايز اقول يعني احنا زهقنا من نغمه الانديه دي بتمثل الكره المصريه، مش بتمثل مصر، بتمثل الكره المصريه في اللحظه دي. وان الانديه دي يعني محتاجه، ما بقولش انها تتدلع، لكن محتاجه للظروف شبه التقليديه. ما علينا، احنا مش هنقعد بقى ان هي دي ظروفنا. لا هو عارف انت كل ده كنت تستحمله امتى؟ لما فيش اصابات كنت هتقدر تعمل عمليه تدوير. ايوه، انما انت بتعمل تدوير اضطراري، بتلعب ناقهين لسه ما خفوش، لاعب ناس لسه ما انسجمتش، ما نزلتش الملعب. انت النهارده لما ديانج وبانون عايز اطمن الجمهور على ديانج وبانون تحديدا، لانه عندك معلومات؟ طمني يا اخي. انا النهارده الحمد لله قالوا ديانج الاشعه اثبتت ان هي كدمه خفيفه، يعني ماشي. لا ترقى الى اصابه تعيقه. بدر بنون الحمد لله سليم، ما فيهوش اي حاجه، كان في خوف من الاجهاد في العضله يكون اثر بشكل او باخر. كابتن سيد عبد الحفيظ طمني انه ديانج كدمه خفيفه لا ترقى للاصابه، بدر بنون الحمد لله ما فيش اصابه. بقيه اللعيبه ياسر ابراهيم هيكون موجود في تمرينه بكره ان شاء الله، يعني راجع من اصابه عشان يعزز الناحيه الدفاعيه، خاصه انه ايمن اشرف اللي شفته امبارح واضح انه الراجل تعب زياده. اي لعيب هيرجع لك انت في عرض لعيب يرجع لك طبعا اذا كنت عايز تعمل عمليه تدوير وتعوض الارهاقات. والناس دي اللي ذنبها في رقبه مين؟ مش عارف اللعيبه دي. لكن خلاص اتحاد الكوره، بس انا دلوقتي الكلام لاتحاد الكوره، لانه انت بتتكلم في البطوله الافريقيه. خدوا بالكم يا جماعه، الضغط على الاهلي بهذا الطريقه وبهذا الجدول مش في صالح حد، لانك لا اللعيبه دي هتروح للمنتخب. والله في صالح حد وسبت واثنين، ده انت هشوف دلوقتي المسؤولين الكبار بعظمه لسانهم وهم بيقولوا كنا بنعمل ايه عشان نضغط على الاهلي. المسؤول عن الكوره في مصر كان بيعمل ايه عشان يضغط على نادي الدوله.
واخر حاجه تضحك، بقول لك الكلب بقى عامل زي الاخطبوط، اذرع ممتده وتتلف وتعتصر الحقيقه وتاخدي عليها. لكن هو ربك اللي بيرزق بالحقيقه تطلع كده. الحقيقه يعني ده موضوع مهم جدا ان المهندس عدلي راح له، لانه ده هيكون جزء مهم في حلقتنا النهارده، والتسريبات الخطيره اللي ظهرت واللي كشفت كتير من اللي كان بيحصل تحت السطح، والناس تتكلم على ان الاهلي اللي بيتجامل والاهلي اللي بيتساند والاهلي اللي بيتساعد. يا عم اللي بيقول كده والله عارف اني ما بقولش الحقيقه، اقسم بالله. يعني ما هو الراجل يقول لك انا كنت عارف وبقول لهم اشتكوا وبتاع واعملوا وانا اللي كنت بقول الملاعب هنجيله يعني صناعه الفتنه تطلع صناعه مسؤول. ايوه طيب، طمنتكم على اليو ديانجو، على بدر بنون وعلى ياسر ابراهيم، لكن علي معلول المصاب من فتره من مباراه الاهلي وبايرن ميونخ لو تفتكروا في العضله الخلفيه، وتجددت اصابته، هيرجع في الاسبوع الاول من شهر مايو. يعني باذن الله في الاسبوع الاول من شهر مايو يكون علي معلول رجع. جونيور اجيه كان عنده شد في العضله الخلفيه، بينفذ برنامجه العلاجي التاهيلي وان شاء الله خلال اسبوعين يكون جاهز. محمد هاني عنده شد في العضله الضمه، بينفذ البرنامج بتاعه وهيتحدد موعده بعد الفحص الاخير ان شاء الله. حمدي فتحي طبعا فاكرين اصابته بكسر في الدراع، باذن الله تعالى الاصابه كلها كانت محتاجه 70 يوم، قضى فتره منها، فان شاء الله مع انتهائها يكون جاهز للعوده. ومحمد محمود شوفي من جراحه الغضروف اللي عملها في شهر سبتمبر، وبينفذ حاليا علاج تاهيلي وقرب يدخل ان شاء الله. محمود متولي شوفي من جراحه الرباط الصليبي وبيؤدي المراحل الاخيره بتدرج في برنامجه العلاجي. كريم ندفت الحمد لله شوفي ومفيش اي شكوى من اي رشح في الركبه، عودته للمرام مع الفريق متوقفه على القرار من طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله، اللي الحقيقه عنده اهتمام كبير بعدم الاستعجال في العوده يا باشمهندس. ما خلاص بقى اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، واحنا يعني احنا بننفخ في التلج دلوقتي. طيب متولي زي ما قلت لكم شوف الحمد لله من جراحه الرباط الصليبي وبيتمرن حاليا، بيأدي تدريباته الخاصه، وباذن الله تعالى يعود هو الاخر يدعم القوى الدفاعيه للفريق. النهارده الاهلي خد راحه، بكره بيتمرن وهيعسكر لمباراه انبي باذن الله تعالى. بيتس موسيماني كان واضح. عارف يا استاذ ابراهيم الفوارق الزمنيه دي مش هقول لك اللي اتعور ما يلحقش يخف، اللي ما نامش يوم كويس. تعرف انت لما في يوم تسهر عايز يوم انت تعافى. ايوه يعني قلقان دي بتحصل لي، بس تيجي على الفجر كده وتيجي تنام ما تنامش، تنزل بقى تتمشى في البيت وبتاع، اقعد تاني يوم وعايز يوم تاني عشان ارجع لحالتي الطبيعيه. انت متخيل يعني ايه اللي ما يعرفش ينام ما يقدرش يبقى طبيعي بعد بكره؟ طبعا مش اللي اتعور بقى. صحيح. طيب ماتش سموحه أبرز الدروس إيه يا باشمهندس؟ أبرز الدروس اللي هي بتديها لنا كرة القدم. اوعى يا ابني أنت وهو تأمن لكرة القدم. ودي بقى قبل ما نوصل للعيبة اللي لازم تكون استوعبت قيمة الفرصة اللي بتهدر. قيمة الفرصة اللي بتهدر بسبب عدم التعاون، أنا سيبك أيوة. اللي فيها أيوة. أنا بلعبها وربنا ما وفقنيش. لكن اللي بتهدر عشان في قرار ما فيهوش تعاون. ايوه دي اللي انا عايز اتوقف عندها بالظبط. لازم نفهم بقى ان التعاون ده بيكسبنا كلنا. ايوه نمره 2، مهما كانت قيمتك الفنيه اوعى تثق لدرجه ان انت تتصرف انت خطأك مش هيكون مؤثر. الكلام مش عشان الشناوي غلط، لانه اذا ما غلطش يبقى مش بشر. انما لانه الخطا ملوش معنى. يعني انت خلاص الوقت بتاعه وانت بتلعب الفاول كنت تقدر تقف انت في مأمنك، ها؟ لكن هو عايز يعني يوفر واحد ويقول خشوا انا هوصل لكم الكره واعمل اسيست. الكلام ده مش صح في اللحظه الاخيره دي، مش صح. تعرف دي بتفكرني بالظبط، احنا خسرنا ماتش من وادي دجله كده بالظبط، كان كورنر عليهم في الوقت المحتسب بدل من ضايع، والاستحواذ برضو كان حاجه و70 حاجه و20 والكره ردت من ناحيه اليمين، كان مش عارف اوسو كونان ولا كان مين راح من ناحيه اليمين وفالت وجاب جول.
في الوقت القاتل. فمشكلة الجون ده انه جالك في الوقت القاتل حيث لا تعويض. اي فاهي معلش احنا بن 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 بنتعلم والخطا ده مؤكد هيحمينا، لانه لو كان حصل مثلا في ماتش في افريقيا كان هيبقى تعوضه ازاي ده. فمعلش احنا اذا الدرس الاولاني مزيد من التعاون بين اللعيبه في انهاء الفرص، ملهاش اي معنى. سهلنا الدنيا على اللي يجيله الكره متشتته. ايوه وفي لحظه قتله يعني ايه انت واقف هنا ليه؟ واقف خلاص لعبت ارجع بالظبط ارجع. واعتقد الشناوي اكتر واحد هيستفيد من هذا الخطا. اكتر واحد هيستفيد من هذا الخطا. ده الدرس الكبير للشناوي والحراس المرمى. يعني ايه اتلعبت؟ هو ما خطرش في باله ان الكوره ممكن ترجع علينا. يعني ايه متشتته اهي؟ تشتيت هي دي النط اهو بس زقه هو. قول لي بقى بالله عليك. يعني ده الدرس بالنسبه للشناوي والحراس المرمى، لكن الدرس للفراوده الحقيقه، لانه عدد الفرص اللي ضاعت كتيره قوي. هو ده رزق رزق المهندس محمد فرج عامر. ده اخر ماتش هيلعبه حسام. قيمته التسويقيه بالجون ده يروح ليبيا بقت في حته تانية. راح ليبيا وهو اتكلم ايه؟ علاه قوي. يعني لان الحقيقه برضو الفرص اللي ضاعت كتير، مش الفرصه عزيزه، ولازما اللعيبه تبقى متاكده انه الكل هيلعب ضدنا بمجهود مضروب في ثلاثه ومضروب في اربعه، والكل هيستغل العمل البدني اللي قد يشعر المنافس ان لعيبه الاهلي بتشتكي منه، هيفضل موزع مجهوده لغايه الاخر. فانت بصدد مباريات صعبه مع سبع ثمان فرق قلتها لكم في خلال شهر، انت محتاج القتل المبكر لمثل هذه المباريات. الاكتفاء بهدف وتعليق النتيجه امر في منتهى الخطوره. حتى لو انت شعرت خلاص ان اليوم مش هيديك اكتر من كده، سيب بقى مسؤوليه انك تغير النتيجه على ناس تانية. يبقى انت وكل همك ما تتغيرش عليك، تقوم على دورك انت بقى. ليه بقى؟ كان في عندي سواق وكان شاب وجريء جدا وكان متحكم ومعتبر نفسه سواق هايل. فقلت له انت هتعمل حوادث كتير لانك يبص لك. قلت له انت فاهم ان القياده انك تبقى سواق كويس. الاخر بقى السواق كويس اللي يبقى باستمرار عامل حسابه ان غيره هيغلط. غيره طبعا. طب هتعمل ايه لما غيرك يغلط؟ هتقول اصلها غلطته؟ غلطته بس حصلت والضرر حصل. بالظبط، واخد بالك؟ احنا نفس الشيء، احنا لعيبه كويسه. بس انت ليه مش عامل حسابك ان غيرك قد يستفيد من الموقف اللي انت مش متخيل يحصل؟ ولو واحد في المليون، واحد في الالف، اي نسبه. انت واقف ومتهيالك ان الكره دي خلاص الحكم هيصفر بعديها. لا، انت اعتبر ان الحكم مش هيصفر. كان يجب هي لحظه سرحان سنه، ودي ورده لا تنقص ابدا من قيمه جون كبير زي محمد الشناوي. طبعا. وانا عايز بقى الناس اللي هي برضو شبابنا اللي على السوشيال ميديا، وان كنت بقى الحل لازم يكون بالعكس. نبتدي شويه ما نهتمش قوي بالتحليلات، لان كلها اجتهادات فرديه وجهات نظر. ده عاجبه كذا وده عاجبه كذا وده عاجبه كذا، واللي دخلها في سكه مش عارف العداله واللي دخلها في سكه. ويا اخي حاجه غريبه، ايه اللي كان بيكرهوه امبارح بيموتوا فيه النهارده؟ والعكس صحيح. مفيش امان في الكوره، ادي ثالث درس. مفيش امان للكوره. مفيش امان، امانك ادائك. ايوه، عشان تظل في قلوب الناس ادائك. الناس بتحب شويه اللي يبص لهم الفانيلا واللي يقول الجنيه في الاهلي ب 1000 والكلام ده حلو قوي. لكن في الاخر ادائك واخلاصك، اخلاصك للنادي. اعمل اللي عليك هيستحملوك. فانا دي كلها دروس من الكوره. الدرس الاخير بقى المستر موسيماني. لمستر موسيماني؟ طبعا. والنبي ما 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 ما, ما, ما تهتمش. انا ابتديت اشوفك الان في المؤتمرات الصحفيه بتتسال اسئله دمها تقيل في صلب عملك، وكل المدربين بيتضايقوا من هذا النوع من الاسئله. فلان ما لعبش ليه؟ وفلان لعب هنا ليه؟ ما لعبش هنا ليه؟ كلام فني يعني. فبدا يرد، هو لحد دلوقتي بيرد بادب لكن بضيق. يعني مجرد انك ترد على دي وتقول له انا نسيت اسالك قبل ما احط التشكيل وانا نسيت،
لا ما تخشش في المنطقه دي خالص. لا دي بتبان انك مهتم. اه كان فايلر الراجل كان حتته والايجو اللي عنده العالي كان يقول لك ايه دي بتاعتي بتسالني في ايه. مش ده نوع تسالني في الماتش، ما تسالنيش في قراري. اه يعني فاهم. وهو ده مستر موسيماني عايز، يعني هو الاهتمام الكبير قوي بالنادي الاهلي يا استاذ ابراهيم بيبقى عبء على الكل منهم المدربين. تحب تشوف جزء من المؤتمر الصحفي امبارح للجزء؟ الحقيقه يمكن تعليق مستر موسيماني على احد الزملاء الصحفيين لما بيقول له حسين الشحات لعب ليه مين ما كان ممكن يلعب شمال، وبدات المساله في المؤتمر الصحفي كلها وجهات نظر فنيه، وانا مستغرب الحقيقه الزملاء اللي بيسالوا ده مؤتمر صحفي. طب هو مش لعب يمين؟ اول حاجه هو جاب الجون منين؟ ما هو قال له كده، ما هو موسيماني قال له طب هو لما جاب الجون كان فين؟ فبالتالي المؤتمر المفترض الناس بتسال اسئله لكن مش بتبدي انطباعات ووجهات نظر فنيه وثقافتك الشخصيه وانطباعاتك دي رؤيتك التحليليه تقدر تكتبها في اي مكان انت عايزه، لكن ما تفرضهوش على قاعه مؤتمر صحفي انت بتستفسر فيه من المدرب على حاجه. ثانيا نقطه نظام في المؤتمرات الحقيقه، لانه انا شايف انه المسؤول المنسق الاعلامي اللي بيدير المؤتمر الحقيقه مش متداخل ومش موجود، مش بيحمي كنقطه نظام، مش بيحمي المسؤول اللي قاعد قدام الصحفيين ولا بينظم حتى العمل بالنسبه للزملاء الصحفيين. يعني وانت المفترض كمنسق اعلامي مسؤول عن اداره المؤتمر الصحفي انت محدد ان في المؤتمر في 3-4 اسئله، واحد ها 2-3 والسؤال اللي بيتكرر غيره هو اللي لازم يقول لمين اتفضل انت، لكن بيسيبها للكوتش، بيسيب الخواجه منه للصحفيين فتحصل مشاكل. اشمعنى لما يختارك وما يختارنيش انا هتضايق؟ لما يقول لك اسال وانا عمرة في ايدي بالظبط انا هتضايق واتحمل عليه بعد كده بالظبط. ما دي ما تتسابش للكوتشات، دي بتاعت المنسق، انا معاك 100%. فجزء للمنسق الاعلامي اللي موجود في القاعه ده دوره ودي مسؤوليته، واتحاد الكره لما بيفرض على المدربين انهم يحضروا المؤتمرات الصحفيه ده شيء كويس، واحده من المهام المطلوبه من كوامل المباراه نفسها وليها حقوق رعايه و الاتحاد بيدافع عنها ماشي، بس الاصل في المساله التنظيم ان يبقى في منسق اعلامي قاعد، مش قاعد مجرد يقول للراجل اتفضل وشكرا، لا قاعد يدير المؤتمر، قاعد يحافظ على الراجل ويحافظ على الزملاء الصحفيين ويحافظ على وقت المؤتمر. لكن بالشكل ده الناس بتتكلم بعواطفها وبتتكلم بمشاعرها وبتتكلم بانطباعاتها الشخصيه وبتظلم الكوتش وبتصدره بصوره، يعني موسيماني في كل الاحوال هي تجربه، يعني عايز تقيمها ازاي قيمها زي ما تقيمها لكن المدخلات هتخرج لك باي مدخلات هتحطها انت هتطلع بنتيجه، هتطلع بنتيجه ايجابيه جدا كويس لصالحه. انت طموحنا ومعلين سقفنا ان نوصل لاداء احسن من كده ونتائج حاسمه اكتر من كده يا رب ان شاء الله. لكن حتى وانت بتقارن بالازمنه، ما هو في عز الازمنه اللي بتقارن بيها كان في اخفاقات، كان بيحصل حاجات وكنا بنخسر ماتشات وكان في اداء ساعات كويس ومعظم الاداء كان كويس واحيانا الاداء مش كويس. انت عارف ان نفس مستر مانو جوسيه كان اول ما جه هو اللي طلب يلتقي بالاعلام كل يوم 3 ورجع ندم على هذا القرار لانه ابتدوا يسالوا بقى بالطريقه دي، بس ما كانش انتقل ايه علاقته عامله ازاي بالاعلام متوتره. فانا مش عايز اي كوتش في النادي الاهلي يتعرض لمثل هذه التجارب، وهو مش محطوط في اختبار الحقيقه مستر موسيماني، عشان كل مؤتمر لازم نقعد او غير موسيماني اي مدرب اي كوتش دي رؤيته تقييمه بقى لادارته. يعني انت عايزه يستمر مش عايز يستمر دي مش مكانها المؤتمر ده. قول اللي انت عايزه في على رايك في اعلاء في صحفتك اي مساحه تكتب فيها تقول فيها اللي انت عايزه، الباقي ده بتاع اداره الفرق. نتمنى مراعاه ده في هو انت ما فوجئتش مثلا يعني احنا من 10 ايام من 15 يوم اما كانوا بيقولوا مين احسن مدرب كان مدرب سيراميكا هو اللي بيترشح في الدوري، مش كانوا بيقولوا هيثم؟ بالظبط كانوا بيقولوا هيثم. النهارده تم الاستغناء عن هيثم تم الاستغناء عن هيثم بخطاب تزكيه، وتم ده الخطاب اللي اتقال في اسباب الاعتذار لهيثم دي خطاب تزكيه مش خطاب اقاله اللي هو بعدها تقول وانت عملت ولا ننكر ان انت عملت
طب ما هو خرج من الكاس وده طبيعي. كابتن دياز سيد مسك مدير فني. اولا ربنا معاهم عشان كده صاحبك وحبيبنا الكابتن عادل مصطفى كان ميعاده يجي لنا النهارده، يبدو ان ده اللي خلاه اعتذر في اخر وقت. وعصام الحضري مدرب حراس مرمى في تجربه اولى ليه. والله ده جهاز كويس قوي، جهاز كويس قوي، نتمنى له التوفيق ونشوف في الكابتن عصام في اول تجربه له بقى. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ايه حكايه الكذب اللي بقى زي الاخطبوط والتسريبات الخطيره جدا اللي اشار اليها المهندس عدلي بعد الفاصل. طيب رجعنا، وقبل ان نسترسل في فن صناعه الاكاذيب ولي الحقائق والحاله الاخطبوطيه اللي بقت مسيطره على الوسط الرياضي، اللي يهمنا الوسط الرياضي، هي موجوده حتى في الوسط الفني بشكل انا قلت لكم في الدراما، لكن عايزين نعيش لحظات من النقاء واللحظات الصادقه اللي نتعلم منها حاجه في الرياضه. استاذ ابراهيم انت مجهز لنا حاجه. الحقيقه الاسبوع ده كان الاهلي والزمالك بيلعبوا نهائي دوري كره اليد، والمباراه حصل تعادل واعيدت، وطبعا انتوا شايفين المساله كانت على درجه عاليه من التكافؤ والنديه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حاضر مع قيادات اتحاد اليد ومع قيادات نادي الزمالك. نادي الزمالك كسب البطوله وكسب المباراه بفارق جون 18-17. خلي بالك الماتش اللي انتهى بالتعادل كان ممكن نعيش على مظلوميه ان اتلغى لنا جون مع صفاره الحكم. بالظبط. كان يدينا البطوله. بالظبط. لكن اللي حصل لقطة الصدق اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها، واللي أنا نفسي إن دي تكون القاعدة ودي تكون العلاقة ودي تكون طبيعة الأشياء في الوسط الأساس الرياضي، تأسيس للعلاقة الرياضية. بصوا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد المباراة وهو بيتوج كابتن نادي الزمالك أحمد الأحمر بدرع الدوري، بصوا الروح الرياضية، بصوا الاحترام، بصوا التقدير، بصوا العلاقة الطيبة جدا، أو هكذا يجب أن تكون، منتهى النقاء والصفاء والاحترام. بيسلموا الدرع عشان يقدر يبعد عن اللقطة دي، يبقى متضايق إنه خسر. وهو بيسلم الدرع كابتن الخطيب شال الكمامة عشان ما يبقاش في فاصل بينه وبينهم عشان الصور. الأهم من كده كمان إن حتى لعيبة الزمالك وهم بيحتفلوا صمموا أو طلبوا يتصوروا مع كابتن الخطيب. بارك لهم وهناهم وتصور معاهم. وده اللي حصل حتى من بنات الزمالك قبل كده في كرة الطايرة لما الاهلي كسب. اللي عايز اقوله لكم يا جماعه ان الرياضه رساله تترجمها مثل هذه التصرفات والمواقف. بالظبط. يعني اعتقد ان كان لعيبه الزمالك ما عاشوش شتايم، ما عاشوش لحظات من تقدير قيمة البطولة. ها وانتوا سرقتوها مننا واحنا كنا الأحسن. لا، ده رئيس النادي بيتصور معاهم وبيبارك لهم، هم سيبهم يفرحوا، ده حقهم. ايوه حقهم يفرحوا باللحظة دي. فهذه هي اللقطات والتصرفات اللي احنا عايزينها تسود الوسط الرياضي. وكان في حوار دايما بين الكابتن الخطيب والمستشار هشام ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك طوال المباراة وطوال مراسم التدريب. والله العظيم ثلاثة، لو الميديا تبعد عن العلاقة اللي بين الأهلي والزمالك وبعض صناع الفتن وبعض صناع القرار الحقيقة، لأن أنا كتير لما بلاقي الميديا ما هو ده، لا ده مش صانع قرار، ده صانع فتنة. بس جه في مركز صانع القرار. فأعتقد إن نقدر نصلح حاجات كتير جدا في لحظة بمثل هذه التصرفات. انه يبقى فيه روح، يبقى فيه مسؤوليه، المسؤوليه مش كلام. احنا ياما شفنا في مراسم مماثله التشنجات والاتهامات والاساءات والشتائم والكلام اللي انتوا اكيد تابعتوه عبر فترات طويله جدا. احنا النهارده في لقطه نقيه، في روح رياضيه بجد، في احترام للمنافس، في تقدير لقيمه الفريق اللي كسب ان انت تهنيه وتبارك له. هي دي الصورة اللي المفروض مصر تطلعها، وهي دي الصورة اللي المفروض الرياضة المصرية تكون عليها، ودي الصورة اللي الجماهير لازم أن تتعلم منها. لكن يحصل كل ده وألاقي بقى أهو حتى هو بيلبي التصوير الكابتن الخطيب مع لعيبة الزمالك، وده مش معنى إن الأهلي خسر بفارق جون إن الفريق منهار لا بالعكس،
انت عملت مباراه كبيره وعملت بطوله كبيره جدا. بص يا استاذ ابراهيم، كنت ايكوال لغايه اخر لحظه وكانت النتيجه متعلقه. الصفاره في اللحظه اللي فيها فرق جون لفرقه، كان ممكن الصفاره تيجي والفرق جون ده معاك بالظبط، لكن جات وفرق جون مع الزمالك فراحت البطوله كده. في نديه ولا مفيش نديه؟ كان في نديه. في مباراه فاصله ولا مفيش مباراه فاصله؟ في مباراه فاصله. اذا في نديه يا جماعه كده. هي ده جوهر الصراع الرياضي. طيب انت عملت بطوله كويسه، عملت مباراه كبيره جدا، حاولت لاخر لحظه، الفرقتين في الملعب مع بعض جون بجون، في النهايه هارد لك، مبروك للي كسب، وانت عندك من البطولات ياما كتير. لكن بنطلع بقى من منطقه الصدق بكل ما فيها الى الحواديت بقى، التسريبات الخطيره اللي ظهرت النهارده. ولما بقول لكم ظهرت النهارده، خليكم فاكرين كل اللي كان بيتقال على النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي بيتساعد، والدوله بتساند النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتعمل له ايه وبيتعمل له ايه وبيتعمل له ايه. كل ده كان بيتقال ولا زال بيتقال، بس ربنا بيستنطق اصحاب الشأن نفسهم في لحظات مهمه جدا، كما لو كانت دي نفحه رمضانيه. استاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي ادارت الاتحاد الكره قبل اللجنه الثلاثيه لاحمد مجاهد ما تيجي، عبر التواصل الاجتماعي كلوب هاوس، قال تصريحات في منتهى الخطوره والاهميه والوضوح والصراحه، واي حاجه عايزين تقولوها واي حاجه، وماليش دعوه بالتفسير بتاعها. لما يتقال اصل هو الراجل عايز يدخل انتخابات نادي الزمالك اللي جايه، فبيبين امراته وعلاماته وهو خدم الزمالك قد ايه. هو ده السبب، لكن في امارات. طيب احنا اذا كان ده المبرر انت عملت ايه والنادي الاهلي اتعمل له ايه بقى، عشان الاخوه المصممين على الزج بالنادي الاهلي في كل جمله يعرفوا ان اللي بيتكلم ده في كل الاحوال رئيس اتحاد الكره عن نادي الزمالك كلام خطير جدا في تسريبات صوتيه ماليه السوشيال ميديا النهارده من الظهر. لكن اخطر ما فيها او اهم ما فيها ان الاستاذ عمرو الجنايني يقول نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي انا سجلت له لعيبه من غير ما يدفع فلوس. كل الانديه اللي طلبت قيد لعيبه الزمناهم بسداد الفلوس وسددوا اللي عليهم، نادي الزمالك ما كانش عنده نادي الاهلي ومنهم الاهلي اجبره يدفع كذا واعمل كذا. وقال لك اجبرنا الاهلي واجبرنا كل الفرق تدفع. طب وعند الزمالك؟ قال لك لا، ده انا يتقطع لساني حتى الراجل بالعفويه بتاعته ديت. ده انا جبت كلمت مسؤول نادي الزمالك قال لك كلمت مسؤول الزمالك وقلت لهم في فكره تخلينا نقدر نسجل لكم اللعيبه من غير ما تدفعوا فلوس. طب ايه هي؟ قال لهم انتوا ليكوا فلوس هتيجي من الاتحاد الافريقي ذات يوم، في يوم من الايام هتجي لكم فلوس من الاتحاد الافريقي. قالوا له اه. قال لهم خلاص ادونا تفويض ان احنا ناخد الفلوس مستحقات الزمالك وقت ما تيجي لاتحاد الكوره خصما من المديونيه اللي هنسددها عليكم دلوقتي. قالوا له هو ينفع؟ قال لهم اه طبعا ينفع. بسرعه راحوا الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. هات بسرعه. راح رايح الزمالك اوفد مندوب عنه وعمل له تفويض رسمي من مجلس الاداره انه يحق له التوقيع على ضمانه التنازل عن حقوق الزمالك لدى الاتحاد الافريقي اذا جت واذا كان في حقوق، لانه الزمالك ممكن ما يكملش في افريقيا فالفلوس تنقص، لكن هي في مستحقات محتمله او مؤكده ايا كان. لكن في النهايه تسهيله الاستاذ عمرو الجنايني بيقول لك ما اديتهاش لاي حد الا للزمالك. مش بس كده، ايوه مش بس كده، قال لك ده انا كلمت امير مرتضى وقلت له بقول لك ايه، ما تضغط بحته هو الاهلي ليه ما بيروحش الاسماعيليه؟ ما تتكلم على لا لا قبل ما تمشي دي انا كنت فاكرك هتقول ان الفلوس دي الزمالك راح خدم المنبع من الاتحاد الافريقي وما راحتش الاتحاد من نفسه. يعني اذا هي ورقه شكليه غطى بيها الموقف. لا اصل ليه بقول لك دي؟ لان دي بتفكرني، ارجع بقى قبل اللجنه الخماسيه لما الزمالك كان عليه غرامه 300,000 دولار من الفيفا موقعه لصالح احد اللاعبين ودفعها له المهندس هاني ابو ريده من مستحقات الزمالك ايضا. وجه التفتيش المالي قال له انت ما حصلتش المبالغ دي. 300,000 دولار، فين تكافؤ الفرص اللي مع الانديه؟ فين حقوق الانديه؟ زي النهارده ما بيحصل كده.
الشركة ومستحقاتها والوزير بيعمل ايه هنا وبيعمل ايه هنا. قال الأستاذ عمرو الجنايني أنا ما كان في حاجة تخص نادي الزمالك إلا كنت بكلمهم وأكلم مرتضى منصور وأكلم أمير مرتضى وأقول لهم اعملوا إيه؟ اضغطوا بالحتة دي، قولوا اشمعنى الأهلي في الجزئية ديت عشان نقدر نعملها لكم. بصوا الكلام ويطلع في النهاية يطلع مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني وتسمعوا البقين اللي كنتوا بتسمعوهم. لا ده تغطية. بس الحقيقة تحت السطح قصة تانية خالص، الراجل بيتكلم عنها بنفسه وعن جليل خدماته اللي قدمها لنادي الزمالك والمجلس إدارة مرتضى منصور. هو لما رئيس الاتحاد يطلع يقول لك والأهلي شوف شوف بيعمل ايه وبيعترف وبيورط الأجهزة معاه انه يقول لك هو الأهلي ليه ما يعني هو رأيه هو ليه ما الأهلي ما يلعبش في الإسماعيلي زي الزمالك، طب وليه الإسماعيلي ما بيلعبش مع الأهلي في القاهرة مع الأهلي في القاهرة زي ما بيلعب مع الزمالك في القاهرة. هو انت مش رئيس الاتحاد، انت ليه ما بتقولش الحقيقة كاملة؟ هنا بقول لك بقى لما يبقى المسؤول صانع فتنة ايوه ازاي انت كمسؤول يخطر في بالك انك تروج لهذا الامر؟ يا جماعه اقسم بالله هذا الحديث ينبغي ان يفتح فيه تحقيق رسمي، ده ما كانش راجل بيمثل نفسه، ده كان راجل بيقول لك انا عملت وعملت 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 وحتى يعني ما احترمش انه لما يكون في موقف امني انه يروجه بحقيقته، فيطلع يقول للزمالك اطعم فيه. يعني كويس ان الناس موجوده وشايفه انه رئيس اتحاد الكوره في اخر مرتين الاهلي فاز بيهم بالدوري كان الاستاذ عمرو الجنايني اللي بيتكلموا على جداره التتويج ونقاء بطولات النادي الاهلي. قلت لكم 95% من مرات فوز النادي الاهلي بالدوري كان بيدير اتحاد الكوره ناس في درجه الانتماء للزمالك، فيهم ناس كتيره كانت رئيس اتحاد الكوره ورئيس نادي الزمالك في آن واحد زي حيدر باشا قبل الثوره، لان قدراتك اعلى وزي قبل كده فطاح النادي الزمالك والله لو بوصله زمورة نور الدالي لا بوصله الامور تزيد عن كده، كابتن لطيف تزيد ما تقلش. ده اللي حصل، ده اللي حصل. لكن نفضل نكذب زي ما المهندس عادل قال ونفضل نروج لاشاعات وكلام ونبقى عارفين انه غلط خاطئ جدا وكذب جدا ضد النادي الاهلي، انا اللي قلت الامير فيوصل بقى قول كذا، انا اللي قلت الامير قول كذا، اضغط بدي اتكلم بدي. طب انتم متخيلين انه الكلام ده حتى لما يتردد ينتقل العدوى عربيا بقى؟ ما هو لازم بالظبط. ما هو انت طالما ان ثقافتك نابعه من انك انت يعني تغازل السوشيال ميديا فانت هتمشي مع المنطق ده. قول المثل اللي انت عايز تقوله. الاقي النهارده فيديو للامير عبد الله بن مساعد، ده الراجل مالك نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي، وبيتكلم لقناه روتانا خليجيه، لكن الاهلي المصري يجي في جمله مفيده تستوجب التوضيح لانه واضح ان ده من تداعيات ومن اثار اللغط اللي بيطلع من هنا والبضاعة الفاسدة اللي بتتصدر وبتتروج ضد النادي الأهلي. هنشوف هذا الفيديو ونعلق. نظر الحين الدوري المصري، أنا مثلا أتابع الدوري المصري من زمان من حوالي 30 سنة، وهذا أبلغ مثال يبين اللي ما نبغى نوصل له في السعودية. أنا أشجع الزمالك للأسف، يعني زي يشجعون بعض الأندية الثانية في السعودية بدون ما ندق على الأندية السعودية الثانية. أشجع الزمالك وأعاني من سنوات لما كنا صغار، لما انا كان مثلا الدوري المصري في الاهلي الزمالك الترسانه الاسماعيلي الاتحاد الاولمبي، وكان كل الانديه هذه عندها لاعبين كبار، يعني مثلا الترسانه كان عنده مصطفى رياض والشاذري الشاذلي، الاتحاد كان عنده محسن الجارم، ابو جريشه كان في الاسماعيلي، كانت الانديه دي كلها تنافس. لما 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 بعد لما بدات الفلوس كلها تروح للاهلي متى، يعني نقطة التحول لما صاروا وكالة الأهرام تعطي الأهلي في دعاية مثلا 100 مليون تعطي الزمالك 30 مليون، بدأ حتى الفرق بين الأهلي والزمالك يزيد، وبدأت الأندية الثانية ما يصير لها دخل. ليه ما الحكومة الآن سوت فرق كثيرة؟ كل الفرق الآن اللي تنافس هي فرق حكومية، يعني جيش ولا تصنيع حربي ولا، يعني انتهت الأندية اللي كانت تنافس من زمان. فيطلع عندك الدوري في مصر كل سنة تشوفه حتعرف أن الأهلي يفوز، جزء منها ان اداره الاهلي دائما ممتازه. انا هاخد جمله واحده اناقشها، ليه؟ لان سموه هو رئيس نادي شيفيلد في المالك بتاعه او المالك بتاعه.
هسأله سؤال واحد، هو بيقول الأهرام هو بيعمل للنادي الأهلي لكن لا يتحدث بلغة آليات الاحتراف والقيمة التسويقية بتاعة كل نادي. هسأله شيفيلد يونايتد في الاتحاد الإنجليزي زيه زي المان يونايتد، زي ليفربول، زي تشيلسي، زي تشيلسي، زي المان سيتي، ولا الأهرام بترعى حد من دول؟ أهرام إنجلترا بتديهم يعني بيسموه ايه التايمز بقى ولا ايه اسمها ايه ولا كل الصحف البريطانيه الجارديان بتديهم اكتر. انا ما اعرفش الجارديان بتديهم اكتر امريكان ولا والله ما اعرف. لا الجارديان بتديهم اكتر الجارديان مثلا يا عمي يا استاذي يا يا يا, يا معاليك، انت رجل في قمه الاحتراف، انت تملك نادي وتعلم حاجه اسمها القيمه التسويقيه. طب نروح لابعد من هذا، الاهرام وحش، الاهرام بيتحيز للأهلي الأهرام وكأنه كان يخسر عشان بيكسب الأهلي. وقلنا قبل كده المحاولات التي جرت للانسلاخ من الأهرام، ده مالك لما ساب الأهرام ما عرفش يعمل حاجة. لا أنا هقول له صلة، اللي بقى كسبت الأهرام في البيدنج، اللي خدت الرعاية من الأهرام صلة سعودية، صلة سعودية اللي هي طبعا ليها تجارب في السعوديه. هي شركه سعوديه في الاصل. هي 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 خدت الاهلي ليه ودفعت للاهلي وما دفعتش للزمالك ليه واصحابها مش اهلاويه ومش في الاهرام ومش الا اذا كان بقى دي فرع الاهرام في السعوديه. طيب ولما اعتذرت صله وجاءت شركه بريزنتيشن خدتها من الاهرام برضو، اي واخد بالك يعني كل الناس كانت شايفة الأهرام بياخد كحكة مش بيعمل مجاملة للأهلي، فكلهم كانوا حريصين ياخدوها منه وخدوها منه. فده كلام ملوش علاقة بالاحتراف، ده كلام إن إحنا بناخد الزريعة من تحت ونحتضنها فوق. وهنا الخطورة إن الثقافة بتاعتنا بدل ما تبقى تنويرية من القمة إلى القاعدة، نحن نقود الناس إلى الحقيقة، نقود الناس إلى الصح والغلط، نقود إلى الاحتراف والمصطلحات السليمة في كرة القدم والقيم التسويقية، وإزاي نعلي قيمة التسويقية بدل ما نعليها في الأندية، لا نقعد نقول إن ده بيتجامل وده ما بيتجاملش. أنت عندك الحقيقة ده كلام فعلا في الصميم، لكن خلينا نقول الدليل المنطقي والعملي والحقيقي، لأنه أنت بتتكلم في راجل الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد، حد له تأثير وله وجود في الحركة الرياضية سواء السعودية أو حتى كمستثمر في الدوري الإنجليزي. هو النادي الأهلي لما الأهرام كان بيديله هذه الأموال كانت هبة ولا منحة؟ ما لا يعلمه سموه وربما الكثيرون أنه وقت ما كان الكابتن حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلام بما يفهم أنه ممكن يجامل النادي الأهلي، كان الأستاذ مرسى عطالة رئيس نادي الزمالك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام كلها، رئيس الكابتن حسن حمدي نفسه، رئيس الكابتن حسن وإدارة الإعلام. إيه اللي حصل؟ بقول لكم الطب رئيس نادي الزمالك في الأهرام، وكان الأهلي بياخد هذا الرقم لأنه ده حجم السوق، ومش حجم السوق من فراغ ولا خناقة. هذكر برضو سيادته وكل الناس المعنية بالمسألة، هي شركة صلة اللي المهندس عدلي أشار إليها لما جت حبت تعمل استثمارات في الدوري المصري واختارت أنها تتعامل مع النادي الأهلي وقدمت عرضها للنادي الأهلي، جابت ثلاث شركات أجنبية مختصة في قياسات الرأي العام يا سمو الأمير. كانت النتيجة اللي إبسوس قالتها لهم مع ثلاث شركات أخرى للصلة أنه مصر السوق الرياضي بتاعها فيها 50 مليون مهتم بكرة القدم، ال 50 مليون فيهم 40 مليون أهلاوي. ده رقم ورقم معتمد، زي ما هو رقم من مركز بصيرة لقياسات الرأي العام، وده أحد المراكز المعتمدة من مجلس الوزراء المصري، يقول إن 72% من المصريين أهلاوية. يعني لا الأهرام بيدفع للنادي الأهلي هبة ولا منحة، ما يقدرش، ولا الصلة لما دفعت، ولا بريزنتيشن لما بتدفع، لا دول مش مشجعين، القيمة التسويقية الحقيقية للنادي الأهلي. يا استاذ ابراهيم دول مش مشجعين، دول مستثمرين. مفيش مستثمر عايز يخسر في كل مرة الأهرام، ولذلك الأهرام لحد النهاردة مفتقد رعاية النادي الأهلي، لأنه كان بيربح يعني بيدفع 100 مليون بياخدهم 200.
الجنيه كان بياخده اتنين على طول. ده كان الأمر الواضح جدا في خصوص هذا الفيديو وحقيقة القيم التسويقية للنادي الأهلي، واللي المؤكد أن الأمير عبد الله بن مساعد يعلم أنه الهلال في السعودية ولا اتحاد جدة في السعودية قيمهم التسويقية أكيد مش بنفس قيمة الفرق الصغيرة. التجربة في انجلترا يعني هي دي قيم السوق وهي دي الحقيقة، لكن هي دي نتيجة الأكاذيب اللي بتطلع من هنا ويتم الترويج ليها وتنتشر خارجيا. الدراع بالأخطبوط توصل لخارج الحدود تتمدد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الكابتن أحمد إجوال. أهلا بحضراتكم من جديد. ملاحظين طبعا في ماتش سموحة امبارح الظاهرة اللي الناس كلها مزعلاها، الفرص الكتيرة اللي بتضيع، وفي كل مباراة نخرج نقول ضاعت كم فرصة. عشان كده حبينا نستثمر الموقف ونجيب فرود عشان نشوف ايه سبب ضياع الفرص، ويمكن يساعدنا شويه الكابتن احمد بلال. كابتن احمد اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك استاذ ابراهيم. اهلا بيك طبعا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. والله اكرم علينا يا رب وعليك. وطبعا الباشمهندس يعني عدلي يعني من الناس اللي انا بحبهم طبعا وبستمتع بيهم. مضبوط كتير صح؟ ايه؟ مضبوط كتير. باشمهندس عدلي والله بالتليفون والله. دوخ. انت عارف اخر مره رجع؟ اخر مره رجع من تركيا بقى عمل ايه؟ لقيته بيتكلمني. يا باشمهندس راح مكتبك امتى؟ قلت له بكره الصبح عايزني. قال لي طيب عشان انا حاسب لك العقد. الله. ما ضابوا سابوا. وسابوني في المكان. كان راجع لسه من تركيا بقى. انت قررت خلاص هتقعد؟ قال لي ومضيت العقد وسايبوا لك في المكان. ما هو شويه نحاور وشويه نبقى ايوه السلكان. يعني عايز اقول ايه؟ ان مساله ان ارتباط النجوم بالنادي الاهلي ما كانتش موضع السؤال الحقيقه يعني. عندي عايز اخد تجربه الاحترافيه سواء هو محمد فاروق اللي خدوها يعني محمد يوسف صحيح. لكن كله كان في دماغه هاخدها وبعدين هو بيتي ده. فده برضو حاجه على المشي كده عشان الناس نفكرها ازاي الدنيا واللعيبه نجومنا الكبار. احمد اجوال ربنا يخليك يا مين اللي طيب. سماك احمد جوال كابتن كابتن. طيب نشوف في التقرير ده ومضات من مسيرة أحمد جوال قبل ما نبدأ الحوار معه. أحمد بلال مهاجم شرس صاحب مهارات خاصة ولديه القدرة على تسجيل الأهداف بكل شكل ولون، يعد واحدا من أبرز المهاجمين الهدافين في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي. منذ بدايته القوية مع منتخبات الناشئين والشباب منح الجميع انطباعا أنهم على موعد مع مهاجم من طراز خاص يمتاز برد فعل سريع جدا أمام مرمى الخصوم، ويجيد التعامل مهاريا مع الكرة ويروضها على طريقة الكبار، ويسجل الأهداف بالقدم والرأس. من مواليد 20 أغسطس عام 1980 بدأ مشواره مع كرة القدم من الشرقية قبل أن يقدم أوراق اعتماده لعشاق الساحرة المستديرة من خلال مشاركته مع منتخب مصر في مونديال الشباب الذي أقيم في مصر عام 1997 بعد التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام ذاته، كما توج مع المنتخب الأولمبي بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الفرانكفون موسم 2001. ومع التألق اللافت للنظر لبلال في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي تصعيده إلى الفريق الأول ليواصل رحلة التألق والعطاء ويسجل أهدافا كانت عنوان انتصارات المارد الأحمر. ولأهدافه الغزيرة توج أحمد بلال بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفا موسم 2002-2003. حقق أحمد بلال مع النادي الأهلي العديد من الألقاب، 7 بطولات دوري ممتاز و4 لكأس مصر و3 كأس سوبر مصري و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا وأخيرا بطولة كأس السوبر الإفريقي. ومع منتخب مصر خاض أحمد بلال 27 مباراة سجل خلالها 19 هدفا منها سوبر هاتريك في مباراة الفراعنة ضد مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهاتريك في مرمى كينيا في دورة حوض النيل الودية. ومع النادي الأهلي خاض أحمد بلال ما يزيد عن 150 مباراة
سجل خلالها ما يقارب 70 هدفا، منها 55 في مسابقة الدوري وخمسة في مسابقة كأس مصر وتسعة في البطولات الإفريقية، وأخيرا هدفان في البطولات العربية. مسيرة الحياة وجون ما شاء الله يا بلال. خليك إبراهيم. يعني لسه بقى في الفصل كنت بقول لكابتن بلال اجوانه مهمة جدا، لكن انا حبيت جون له في الاسماعيلي في ماتش 4-4 كنا عمالين نفكر في نفتكر فيه. يعني بص الجول ده فعلا مباراة مجنونة. لا المباراة صعبة جدا. اعتقد جداً. اسرع مباراة في تاريخ الكورة في مصر. يعني انا كنت مستمتع في الحقيقة في المباراة. طبعا يعني كلنا. عارف يعني احنا كسبنا الزمالك 6-1 وكانت وكنت بشوف ان المباراه من اسهل المباريات اللي انا لعبتها في حياتي. مباراه ال 6-1 دي عارف انت نازل من اول دقيقه، مش من اول دقيقه، من اول 20 ثانيه، جول في الثاني في الثالث في الرابع على ظهرها تنور. على اقول لك على حاجه بمناسبه 6-1، احنا طلعنا بعد الماتش يعني خلصنا الماتش وداخلين بقى في اوضه اللبس، فلقيت مستر مانويل عمال يزعق وبتاع. انا اتخانق مع حد بعد الماتش فين ابراهيم سعيد؟ لا سيبك من مش من ابراهيم طبعا، الخناقه بتاعت ابراهيم، بس لقيته عمال يزعق وبتاع على الفرص اللي ضاعت. فلقيته يا جماعه في ايه في؟ لقيته بيقول ازاي ما نكسبش 10؟ 10 مين؟ حد يفهمه ان ده الزمالك يعني. سته كده كتير. ضيعنا فرص بجد. ضيعنا فرص كتير قوي، وكنا عملنا ماتش رائع جدا. ماتش الاسماعيلي كان بعديه على طول، الماتش اللي بعديه على طول. واحنا في ملعب مستمتعين، انا كنت مستمتع الحقيقه. والاسماعيلي كان عامل ماتش كويس قوي قوي قوي، والجول الاول التعادل اللي انا جبته يعني انا بعتبره من احسن جول جبته في حياتي. انا ده احسن جول جبته في حياتي. يعني انا كده بقعد ساعات كده حتى العيال ولادي بقعد افرجهم، بقول لهم تعالوا اتفرجوا كده لما يجيبوا سيره الهدافين بتاع اوروبا وبتاع ومصر ومين لما عيبوا عليك في حاجه. لا تعالوا اقول لكم انت يا بابا ما كنتش عارف تجيب جول. طب تعالى يا تعالى تعالى اتفرج عليا، اقعد افرجوا على الجول ده والجول برده الثاني بتاع الاسماعيلي. يعني برده ده من احسن الاهداف اللي انا سجلتها في حياتي الحقيقه، كان فيها توفيق وغير طبيعي. ده الجول الاول يمكن هو ده. يعني بص حاجه كده ايه، وبعدين بالشمال وراحت في البعيده يعني في حاجات كتير قوي قوي يعني. الحمد لله يعني كان من افضل الماتشات وافضل اهداف انا سجلتها يمكن في خلال مسيرتي مع النادي الاهلي. كابتن بلال يعني كويس ان انت قلت 6-1 ومضيعين فرص كتيره جدا. فكره ضياع الفرص من الفراوده انت دلوقتي وانت بتشوفها كمحلل حتى ليه؟ بص هقول لك على حاجه، يمكن انا بس الاول هجيب الموضوع من اوله. الفراوده الاول. فين الفراوده؟ تمام، محتاج يبقى عندك اكتر من فرود. يعني احنا زمان كان التنافس كبير جدا، يعني كنا في الاهلي زمان انا لما طلعت العب في الدرجه الاولى هقول لك موقف كده صغير مر عليا وانا عندي لسه 18 سنه كده، فواقف على انت عارف سور الحديد بتاع النادي وقعد التمرين، فانا قاعد كده وبعدين كان معايا اتنين زمايلي فعملوا لي يا رب سبحان الله يعني حسام حسن وفيليكس وعلي ماهر علاء ابراهيم محمد فاروق واحمد صلاح حسني كان لسه بيطلع تمام، وعندنا كان مهاجم افريقي مش متذكر مين تاني، بس فعملوا لي يا رب سبحان الله عندي 18 سنه خلاص. كان فيليكس ولا كان بطل فيليكس؟ كان فيليكس كان موجود لسه. كان لسه موجود، ما كانش لسه مش كان سافر وجاله عادي بعديها في اليونان. فقاعد ماسك الحديد كده بقول يا رب سبحان الله يعني انا لعبت كاس عالم وبلعب بقى منتخب شباب بس هروح فين من الكم الغير طبيعي من المهاجمين الاسماء الكبيره. يعني ساعتها كان حسام حسن طبعا كابتن حسام وفيليكس كان مكسر الدنيا، وخد بالك قبل ما يعني كان جراجع ومكسر الدنيا طبعا كان احمد يعني كشري صحيح لولا الاصابه اللي احمد كشري كان موجود برضه في كشري الفتره دي طبعا باللي كان بيعمله كشري كده جول كده كل حاجه. فوالله كنت واقف يعني يا جماعه هروح فين يعني هلعب ازاي هنا يعني هدخل التمرين ده مش الملعب بقى مش الماتش لا هدخل التمرين ده ازاي. فكم الفراوده اللي كانوا موجودين كانوا فعلا منافسه غير عاديه، فكنت بتلاقي كل لعيب حريص في التمرين اكتر ما كان يبقى حريص في الماتش، لانه في التمرين لو ما سجلش لا في 3 4 5 ثانيه موجودين بينافسوا اقوياء وعندهم اهداف ان هم يلعبوا وعندهم فكر ومركزين بشكل كبير جدا، فدي كانت بتخلق دوافع كبيره جدا وتركيز عالي جدا عند الفراود. واحنا لما طلعنا كمان تاني اشتغل زي ما هم اشتغلوا بالظبط. انقرضت حته رقم 9
مع مرور الوقت وتغيير في طرق اللعب تغيير طرق اللعب والتاكتكس، يعني الفرود الوهمي والشادو سترايكر وانك ما بتلعبش 4 4 2 فبعد يعني كنا زمان 4 4 2 2 فراوده و2 احتياط، فبتدي فرصه للفرودين 2 جوه الملعب و2 احتياط بره. يعني انا افتكر في ماتش من الماتشات اقول لك الاتحاد الاسكندري ابتدينا الماتش 2 فراوده 3 انا وخالد بيبو ورضا شحاته 3 فراوده 3 اتغيرنا طلع خالد ونزل فاروق وبعد كده غير نزل كان مين كان تشيرنو ساعتها موجود في الـ في الـ في الاهلي برضو نزل ولعبنا تقريبا 5 فراوده اخر ربع ساعه كنا الاتحاد كنت انا كسبنا كان لازم 1-0 الاتحاد تعادل 5 فراوده في الشوط الثاني طلعنا كسبنا 2-1 انتهى الماتش بفوز الاهلي 2 واللي جاب الجون تقريبا وائل جمعه حاجه زي كده وكان وائل جمعه برضه اخر 5 بيلعب فراوده فلا فطبعا كان زمان في فراوده كتير طرق اللعب خلت المهام الوظيفيه عند الفرد مختلفه شويه يعني تيجي تتكلم دلوقتي المدير احنا نسينا محمد فضل لما طلع في جيل محمد فضل محمد فضل كان معانا طبعا محمد فضل كان معانا طبعا فطرق اللعب خلت المفهوم عند الفرد نفسه يبقى مختلف شويه يعني تيجي تسال فرد النهارده انت دورك ايه يقول لك ان انا اوسع لزمايلي اخلق مساحه للعيبه اللي جاي من ورا اللعيبه على الاطراف انزل انا تمام اتحرك تحرك اللي هو اللي تحت شويه فهم الاثنين يجوا يشتغلوا فخلت حتى المفهوم عند الفرود مش ان انا اجيب جول ما بقاش المقياس بالنسبه لي ان انا هسجل لا أسيست. اللي جنبي بالظبط هيشتغل هيسجله ازاي هصنع ازاي فدي ازمه كبيره جدا طبعا فدي ودي اللي صنعها المدربين دي جذوبه على فكره باشمهندس دي جذوبه صراحه المدربين من وجهه نظر يعني ظلموا بيها الفرود طبعا فكره ان الفرود يبقى مهمته ان هو يصنع الاهداف ومش يسجل اعتقد دي وده لازم يبقى فيه محطه طبعا. انت الكابتن فضل كان معاك في معاي. كاس العالم اللي لعبته 97 طبعا محمد كان معايا في كاس العالم ولعب معايا ونزل معانا ماتش اسبانيا وكنا عاملين شغل كويس والله يعني بس يعني ما انا جبته بقى جبته النادي الاهلي من البطوله دي هو جه صح هو مضى في النادي الاهلي ويعني انا لقيته بيلعب معايا بعد كده في الماتشات مع كابتن مختار يعني كان تحت 18 سنه ساعتها جبته من نادي الصيد هو كان في نادي الصيد وراح منتخب عندك عين برضو زئبقيه يا باشمهندس لا انت شفته في كاس العالم وبعدين هيتخطف هتستنى ليه صحيح اكيد صحيح لا كان جيل كويس جيل 97 مع الدكتور محمد عادل الله يرحمه طبعا يعني وصلنا بس يعني ما كانش لنا حظ قوي يعني احنا تعرقلنا شويه يعني اصطدمنا باسبانيا وكنا والله عاملين ماتش كويس سعيد عمل بطوله كويسه ايوه عشان كده هرب بعدها بالظبط هو اشرف ابو زيد قال على ايطاليا عشان كده هرب انا فاكر الولد اللي خدهم ايطاليا وقعد قدام قلت له انت فاكر انك بتخدمهم بس لا انت بتضرهم وفي سنه رجع اشرف وبعديها بسنه او سنتين رجع هاني سعيد بعدها صح هو للاسف طبعا وهاني كان صغير اكيد يعني فانت لما بيجي لك فرصه انت واحنا ساعتها انت مش مدرك يعني ما يقدرش يفوتها يعني الدنيا هتمشي ازاي هو للاسف هاني يعني ما كمل هو لعب درجه ثانيه هناك اكثر من من في باري سيزون. في باري لعب درجه ثانيه هناك انا من وجهه نظري لو كان مشي بطريقه قيمه شويه كان ممكن يلعب في حته افضل سنه سنتين كان يقدر يروح كان يقدر لانه هاني كان متميز الحقيقه كان لعيب بيلعب يعني بدماغه مش بدماغه بالهيد يعني بفكره عنده فكر في المركز بتاعه وخد بالك هو هاني ساعتها كان برضو المركز مساعده شويه ايوه زمان كان في ليبرو طبعا انا النهارده لو ممكن انزل العب ليبرو وانت كده تلعب ما هو ليبرو انت عارف زمان وانا اقول لك حاجه انزل العب ليبرو دلوقتي انت بتقولها كده وكانها والله العظيم انت بتقولها كانها دعابه لا ده اول ما ابتدى الليبرو كان اللعيب السريع مهما كان سنه كابتن الشربيني رجعوه من الوينج لعب ليبرو الكابتن محمدين رجع لعب ليبرو كابتن هاني من الوينج رجع لعب ليبرو فهي كانت لعبه عايزه واحد سريع وعنده عين يقدر يوقف فين وبس لو تحس انه مركز كوره اللي هيبطل برضه يعني يريح شويه هنا بدل ما يقعد على الدكه يلعب ليبرو في التسعينات برضه الميد فيلدر القوي لما بيقل شويه بينزل لتحت ليبرو هادي طب مش عايز اقول هادي لا هادي لا قول هادي خشب اول ما شطب لما كبر لما كبر شويه يعني رحرح نفسه خطوتين لورا شويه ولذلك هي دلوقتي بقت مش موجوده وصعبه طبعا طرق اللعب بقت صعبه واللعب سريع ما يقدرش اللعيب يفكر من الله جوارديولا هو اللي عدى العالم بطريقه اللعب دي والتيكي تاكا بص في انديه يمشي معاها طريقه اللعب وفي انديه لا أيوة. كواليتي لعيبه
يعني انا النهارده بيبقى عندي صلاح وماني وفيرمينيو ماشي العب ب 4 3 3 او 4 2 3 1 في السيتي ماشي، لما يبقى عندي لعيبه سرعة يعني زي رحيم ستيرلينج ويبقى عندي مثلا رياض محرز وعندي اجويرو قدام تمام او خيسوس العب ماشي، ميسي ورونالدينيو وايتو ماشي، لكن في انديه ما الامكانيات ما تسمحش بالكلام ده. وانت يعني انت طبعا انتوا اساتذتنا وشفتوا فرق كبيره جدا وطرق لعب مرت عليكم كتيره جدا وعارفين في انديه الكواليتي بتاعت اللعيبه ما ينفعش اذا انت عايز تقول انك من مدرسه ان الطريقه بيفرضها كواليتي اللعيب مش المدرب بالظبط. مش المدرب طيب والمدرب الشاطر اللي يطوع الادوات اللعيبه نفسها للطريقه اللي هو عايزها. انا هفكرك لا ده لو بينقيها بقى انما لو جاي على فرقه ما يعندش لا بس هو كل مدرب بيبقى عايز يحط البصمه بتاعته ويقول انا جيت حطيت الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها. يعني النهارده انا يعني قليل جدا تلاقي فرقه بتبتدي او استحاله تلاقي فرقه بتبتدي ب 4 2 3 1 بس اثناء الجيم ممكن تغير ترجع ل 4 4 2 لان الجيم بيضطرك انك تلعب باتنين فراوده فبتضطر انك تغير اثناء الجيم لكن البدايه بتاعته لازم تبقى 4 2 3 هو واحد. احنا عندنا فصل وحط بصمته انت سامع حاجه هنطلع الفاصل عشان الشيف بتاعنا يحط بصمته هو كده بيتهيألي بيقول لي فاصل هنطلع الفاصل رجعنا لكم معانا النجم الكبير الكابتن محمد بلال لكن لازم نرحب بقى بالراجل اللي هيوكلنا لقمه حلوه ويسحرنا اهلا بيك يا شيف محمد خطاب دلعنا النهارده ان شاء الله معانا كابتن كبير عايزين يعني الرواق شوف هو بيدلع فيك عشان تدلعه يعني من الاخر كده كل سنه وانتم طيبين طبعا كل سنه وانتم طبعا كابتن بلال يعني لازم ما ينفعش تبقى قاعد الا النقطه المثيره للجدل اللي بتتسالها كل مره صحيح. كان ليك راي في اللعيب الواعد اللي ما بقاش صاعد خلاص هو لعيب يعني وضع اقدامه بقوه كفيرود مصطفى محمد مصطفى محمد لكن نشوف الاول نفكر الناس انت قلت ايه مع العرافه وبعدين نشوف هل الناس الخبراء اتفقوا معاك ولا اختلفوا تمام مش لعيب كره مش انا راس حربه يعني بفهم في الحته دي الحته دي طب قول لي مصطفى محمد ناقصه ايه عشان يبقى راس حرب عالمي اشتغل على العرض كويس حسن من مهاراته اشتغل بره الصندوق شويه كده يبقى لعيب حلو يا حته الصندوق دي انت ماسكها على طول بره الصندوق اعمل ايه بره الصندوق يلعب على اطراف الملعب الكره ما بقتش جوه البوكس بس مش جوه ال18 بس وانت تقدر تطلع بره الصندوق وانت راس حربه انت جوه الصندوق انا عامل اكتر من 70 اسيست عامل اكتر من 70 اسيست لزمايلي جوان الحقيقه من وقت ما الكابتن احمد بلال قال رايه في مصطفى محمد من البدايه يا باشمهندس كنصيحه فنيه من راجل مهاجم منتخب مصر ولما كان بيقولها على سبيل النصيحه فجاه تحولت الامور الى حساسيه مطلقه مفيش برنامج اتفرج عليه الا لما الاقي هجوم شديد على احمد بلال ازاي يجرؤ ويتكلم بنصيحه عن الكابتن مصطفى محمد حتى لدرجه تشعر مين اكبر اكنه جابه في بلال كل ما يجيب جون في تركيا جابه في احمد بلال انا اقول لك على حاجه بس لا الناس بتكتب سجل الهدف والله مصطفى محمد يا احمد يا بلال لا ده انا عايز اقول لك على حاجه ان هو مثلا اول ما يجيب جول يعني لما راح تركيا وسجل هدف يعني شايلين جايبين هو بيشوط مثلا وشايلين الجول وحاطين صورتي انا تمام انت اللي بتلعب يا جماعه والله يا جماعه اي حل يا ربما ربما يا استاذ ابراهيم بصفته كان فيرويد غيران منه ربما بصفته اهلاوي مش لادد عليه فاذا كان ده صحيح تعالى قول لنا إيه انت جاي اذا كان الحقيقه فيرويد بيتكلم على فيرويد هتاخدوها بمحمل اهل وزمالك ده شانكم لكن ايه رايكم اللي قاله الكابتن احمد بلال هل اختلف على اللي قاله فيرويد تاريخي لنادي الزمالك بحجم الكابتن علي خليل وفي قناة الزمالك بالمناسبة نشوف أسامة فيصل ممكن يتفوق على مصطفى محمد بجد والله طبعا لأن يعني مصطفى محمد لاعب ثابت في مكانه ما فيش لعيب راس حربة يلعب ثابت في مكانه لازم يعني انت بتقول لازم مصطفى يتحرك كتير لازم يتحرك عشان يفتح ثغرات لزمايله لكن طول ما هو واقف كده ممكن مش هنجيب اجوان بس لازم يتحرك عشان يهرب من الرقابه تمام. طول ما انت تحت الرقابه يبقى عايز تدريبات فرديه كمان لازم تدريب فردي تمام تدريب فرد كتير ولازم يبقى عنده عامل السرعه ان هو لازم هيبقى ممسوك من لاعب او اثنين لازم يتفوق عليهم بالمهاره والسرعه تمام الله. لازم يتدرب على المهاره والسرعه ده انت كنت بتتكلم بجد الحمد بقى لله.
يا جماعه اللي اتكلم ده كابتن علي خليل وسيد اشيله من اهلي بالظبط. اه والله انا لا بس علي قال لك ما ينفعش يفضل واقف. علي خليل يعني علي قال لهم انا افضل اسامه فيصل. اه يعني كمان مش قال لك صلح عشان تبقى رقم واحد، ده قال لك انا افضل فلان على فلان. والله بص لكن انا بقول لك يعني انا جاي الحلقه ما اعرفش فيها ايه طبعا اكيد. بس يعني ده انصاف غير طبيعي يعني بجد. يعني انا بشكركم طبعا لان ده انصاف غير طبيعي، وده انصاف من واحد بيدل على حسن نيتك يعني. بالظبط انا ما قلتش حاجه غير اللي هو يعني انت حضرتك سمعت انا قلت ايه من شويه، دي حاجه فنيه تمام. انا قلت كل اللي قلته ان الراجل ده محتاج يشتغل بره ال 18 شويه، محتاج يشتغل عرض. كابتن علي خليل قال لك ما ينفعش يفضل واقف، لازم يتحرك. طب تنصحه بايه في مسيرته الاحترافيه دلوقتي اللي ابتداها بقوه لكن بتشهد بعض الايه الخفوت شويه دلوقتي؟ مش هتكلم على الاداء دلوقتي ولا هو بيعمل ايه ولا بيلعب ولا ما بيلعبش، ان كلامي هيبقى ايه وقف في حته ثانيه يعني تمام. لكن هتكلم هديله نصيحه يعني، انت كلاعب اي لعيب في الدنيا كلها عشان يستمر لازم يطور من نفسه، لازم يطور من أداء. ودي نصيحه على فكره، ده مش نقد يعني برضو ده لاي فرود يعني بالظبط لاي فرود في العالم لازم يطور من ادائه شويه. مصطفى لعيب كويس جوه الصندوق، بيلعب دماغه كويس قوي، لعيب عنده قوه جسمانيه رائعه جدا جدا جدا، ممكن يبقى يكون مستقبل مصر ويمكن وممكن يعمل لنفسه مسيره كبيره جدا. ولكن عشان يعمل كده محتاج بعض التطورات شويه في الاداء، محتاج زي ما قال كابتن علي وزي ما احنا قلنا قبل كده من سنه فاتت اتحرك، محتاج يتحرك على اطراف الملعب كتير جدا تمام، يتحرك ويرجع طبعا مش بيتحرك يفضل واقف بره لا طبعا، محتاج يشتغل مع زمايله. يعني انا مثلا تابعناه كتير بحكم ان احنا بنتحب نحلل ماتشات الاهلي والزمالك ونتفرج عليها، قليل لما بتلاقيه بيشتغل بيصنع اهداف، قليل جدا تمام. في الكره الحديثه زي ما كنا بنتكلم من شويه بتبقى مهم جدا للفرد ان هو يشتغل مع زمايله يصنع اهداف، يبقى بره ال 18 يعمل عرضيات كتير يعمل ثرو باس، يعني محتاج يشتغل الكلام ده بشكل كبير جدا جدا. طب بصراحه كده اتفضل فرصه في التطور ايه وانت شايفه فعلا؟ لان ناس كتير وانا منهم على فكره شايفين انه عنده قدرات هائله جدا، فرصه ان هو دلوقتي في توقيت مصر بدور على فرود صحيح مظبوط يقدر ينتهز الفرصه وعنده الوقت في الوقت القصير ده انه يلحق يطور نفسه وفعلا يبقى الفرود اللي مستنيه مصر. لو سمع الكلام وخد كلامنا على انه مش نقد على انه نصيحه وقدر ان هو يطور من نفسه بسرعه، لان خد بالك يا باشمهندس مشكله لعيب الكوره لو سبت لفتره طويله ما تستناش حد على وضع بالظبط هتلاقيه يعني النهارده يطلع يعني واحد تاني مع احترامنا يعني ربنا يكرمه ويوفقه طبعا النهارده ما بيلعبش بقى له ماتشين ثلاثه ما بيلعبش تمام. ليه؟ يعني كان المفترض انا جبت جول سجلت الثاني المفترض ابتدي اطور نفسي في الاداء بقى، مش لان الكوره وضع طبيعي تديك ظهرها النهارده انت بتشوط الكوره ممكن تيجي في العارضه وتطلع بره واحد ثاني يشوطها تقع من تحت ايد الجول تخش جول، التوفيق وعدمه. لو ما حلفكش التوفيق ادائك لازم يحلفك في الملعب تمام. ادائك مش انك تسجل اهداف، لازم ادائك يخلي الناس تسقف لك في الملعب. ممكن ما اجيبش جوان بس الناس تسقف لي، لكن لو ما جبتش جوان كاني مش موجود في الملعب. طيب خلينا ننتهز الفرصه، دي ازمه كبيره جدا. ننتهز الفرصه بقى وانت معانا في روضه النادي الاهلي دلوقتي. مبدئيا محمد شريف رايك ايه ونصيحتك ليه ايه؟ محمد لعيب، محمد عكس مصطفى بقى العكس خالص. شريف بيتحرك بره كويس تمام، بيخلق نفسه فرص كويسه قوي لانه بيتحرك عرض كويس، بيتحرك طولي كويس قوي قوي قوي، بيعرف يستغل المساحات بتاعه الملعب بشكل كويس جدا ويهرب من الفرق. ولكن شريف محتاج بقى يشتغل جوه البوكس كويس، هو عكس مصطفى شويه العكس. القوه البدنيه بقى موجوده، عنده قوه عنده سرعه تمام. لكن الهيدر محمد دي اللي انا بتكلم فيه انه محتاج يشتغل جوه البوكس، يعني العرضيات التحرك العرض ايوه في الكرات العرضيه انه يشتغل بدماغه كويس قوي، يطور نفسه في الحته بتاعه الهيدر. يعني في فراوده كتيره جدا تالقوا ونجحوا ما كانوش بيلعبوا بدماغهم تمام. على سبيل المثال رونالدو، يعني رونالدو الكبير مش كريستيانو، بس ده 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 خارق يعني للعاده، ده ما نقدرش نقارنه بحاجه ظاهره. بس انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما في حاله هجوميه دايما، اوقات كتيره داخل جوه الجيم نفسه هتشتغل على اطراف ملعب كتير قوي. لما كنتش تستغل وتقدر تلعب بدماغك كويس قوي وتتحرك التحركات الصغيره القصيره القطريه داخل ال 18 هتبقى فيها هتقابل مشاكل كتير جدا. اقول لك ملاحظه كده، شريف يفكرك شويه بازارو طريقه كتير اللعب لا كتير مش والامكانيات كتير كتير بس على اكثر دقه هو اقل سرعه واكثر دقه اقل سرعه صح لكن اكثر دقه في تسجيل الاهداف. هو شريف بيركز كويس قوي
يعني دي ميزه عن حتى لما كان في انبي كان بيركز في كل الفرص اللي بتتيح ليه. يعني شريف في ماتش الزمالك فرصتين اثنين فقط لغير المباراه اللي فاتت ثلاثه واحده حطها جنب العارضه والاثنين ماشي يعني وعملها برضو عملها بشكل كويس. يعني قصدي يعني ما بيضيعش الفرص السهله ودي حاجه جيده جدا في الفرد انك ما ينفعش تضيع السهل. انت بتدور على الصعب يعني دايما تقييم الفرد انا سجلت كام فرصه صعب مش سجلت كام فرصه سهله السهل الطبيعي السهل الطبيعي ان اي حد يسجله واظهر الاظهر للاسف كان بي يعني بيضيع السهل والصعب. تصور مستر فايسا عارف يا كابتن احمد مستر فايسا كان له راي تاني كان بيقول سالته كنت بكتب وقتها في المصور ايه الفرق بين اللعيب المصري والاجنبي وتطرقنا الى الفيرود تحديدا يعني ايه اللي ناقص الفيرود المصري قال لي القرار قلت له ليه قال لي الفيرود المصري بيخاف من الفرصه السهله لانها عليها مسؤوليه فبيقعد يفكر ويتردد فيها فبتضيع منه الكره الصعبه بيجيبها لانه بيلعبها على طول بالغريزه مش بالفكر فلما بتيجي بيبقى جون حلو قوي هو بتبسطه وبتخرجه من المسؤوليه لكن الكره السهله زي ما انت بتقول لازم الفيرويد يجيب السهله تعرف حتى في التنس لانه هيحاسب التنس كده يا باشمهندس يعني لعيبه التنس لما تيجي تساله يقول لك اصعب كره بالنسبه لك ايه يقول لك الكره السهله الكره الفاضيه يعني فاهم قصدي الفاضيه بالظبط الكره الفاضيه اللي هي مش ما فيهاش قوه ما فيهاش قوه دي 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 اصعب دي مشكله كرة. طبعا كنت لعبت تنس طاوله وهي كنا اقوله فضيله طريله كره فضيله تطير في الهواء يعني لما لعبتهاش بقوه لعبتها بالراحه يجي هو داخل بقوه تلاقي الكره طارت في الهواء صح ده كلام علمي وكلام مظبوط جدا ده شريف بواليا بواليا لعيب كويس هو دخوله بس كان في مشكله شويه في توقيت الدخول توقيت الدخول من وجهه نظري يعني هو لعيب كويس لعيب عنده امكانيات قدراته حلوه قوي انا تابعته السنه اللي فاتت مع الجونه بيسجل اهداف يعني بيسجل جوه ال 18 ده اللي بيسجل اهداف جوه ال 18 ومن بره ال 18 وبيتحرك كويس قوي وسريع وعنده سرعه وبيشتغل في الهجمات المرتده كويس وعنده جدا وعنده كل المهارات هو ينقصه الثقه طبعا الفيرود عباره انا من وجهه نظري الفيرود عباره عن كوكتيل ثقه كده يعني طبعا لازم تديله ثقه كبيره جدا عشان ينزل عشان قرار عشان على فكره عشان القرار يعني بواليا في اوقات كتير جدا محتاج يعني المباراه اللي فاتت لما قبل اللي فاتت لما نزل من غير ضغوط واحده بيشوط الثانيه برده رقص وعملها وشاطها كويس من جنب العارضه المباراه اللي قبل اللي فاتت مش اللي فاتت اللي هي قبل الزمالك على طول اللي سجل فيها هدف وعمل واحده من جنب العارضه عشان عشان مفيش ضغوط مفيش ضغوط عليه هو مشكلته لما جه يعني حملناه مسؤوليه على طول حط في رقم واحد وكان شريف بيلعب ومسجل اهداف فانت لما بتجيب واحد يلعب على واحد هو اصلا كان بيسجل اهداف وموفق بيبقى دايما عايز انه يثبت يعلى إن عليه بالظبط ان هو يعلى عليه بلغه الكوره زي ما قال الباشمهندس كده هي دي كانت المشكله كلها لما ما سجلش اول ماتش تاني ماتش تالت ماتش ابتدت الثقه تقل شويه اللعيب كره القدم والفرد بالذات لان هو في مكان حساس زي ما قال الباشمهندس عشان اخد قرار القرار ده انا بفكر اللعيب المضغوط بيفكر في الجمهور والكلام والاعلام والمدرب هيقول ايه من بره تمام لكن اللعيب اللي عنده تركيز وعنده ثقه في نفسه هو بيفكر في قرار واحد بس ازاي هجيب جول مش ازاي يعني مشكله بواليا لو ضيعت هيحصل ايه مش لو جبت انما مشكلته لو ضيعت هضيع ولا لا المسؤوليه اللي بيقول عليها فايسر هضيع ولا لا يعني هو بيخاف انه يضيع تمام بيفكر لو ضيعت هيحصل ايه لازم يتخلى عن الحته دي لازم يتخلى يتحرر لازم طبعا يلعب لعبه وهو وبخته باذن الله اللعيبه يعني دي كانت بقى شخصيه فلافيو في عز الهجوم عليه اول ما جاب جولين ولا كان حد اتكلم عليه خلاص بالظبط كمل انت عارف يا كابتن بلال مساله القرار بيجسدها مين بشكل عبقري محمد صلاح ليس الامهر على مستوى العالم مش هيعمل لك ترقيصه لذيذه صح ولا هيوقفلك مش عارف على صدره ازاي يعملها ازاي من احسن الناس اللي بتاخد قرار لكن صح. مش هتلاقي له قرار تقريبا غلط صح بره 18 او جوه 18 صح مظبوط فقدرته بسرعته دي على القرار السليم مميزاه حطاه بين احسن لعيبه في العالم ولما تيجي تقيسه مهاريا مع ميسي ما تلاقيهوش ما تيجي تقيسه مهاريا مع كريستيانو ولا نيمار ولا لكن هتلاقيه احيانا إجابي. اهم من كل دول ايجابي اكتر اكتر من اي حد ايجابي هو وصلاح كمان طور نفسه في الحته دي بشكل كويس قوي يعني صلاح دايما ابتدى لما يشوف زاويه مفتوحه للتسجيل او للتصويب ابتدى يشتغل عليها يعني انا دايما كنت بقول للناس بقول يا جماعه انت لو ما حاولتش مش هتجيب يعني الفكره كلها انك لازم تحاول القرار انك تحاول يعني لازم طالما اتفتحت عندي زاويه لازم احاول
لان انت لو ما شطتش مش هتجيب جول. طب هجيب جول امتى؟ هجيب جول يعني وانت بتباصي لتحت وانت بتباصي بالعرض. يعني انا كنت بقول الماتش اللي فات على طاهر محمد طاهر عمل مجهود رائع جدا وعمل كورتين في منتهى يعني روعه تمام، فيهم واحده اللي عملها تشيب باص دي تمام. طاهر برضو انا اتمنى من طاهر يا ريت يكون بيسمعنا انه يبقى يعني ريسكي شويه عن كده تمام، لانه لو اجرأ عايز اجرأ بالظبط اجرأ شويه عن كده. هو كان هو جريء عمل كده هيبقى من افضل اللعيبه الموجوده في مصر لان هو عنده الامكانيات وعنده القدرات يخاطر بعض الشيء بالظبط. يخاطر لازم يخاطر اللعيب لازم يخاطر. هتجيب جول ازاي؟ طب يا كابتن بلال ما دي برضو زي ما بنقول للعيب ما تيجي نطلب من الناس اللي هي ها مسؤول عن زرع الثقة أو صاحب الثقة من اللعيب اللي هو السوشيال ميديا والجماهير المحبة لدرجة القلق. الجماهير ساعات بتفرج وهي قلقانة بتحط قلقها على اللعيب صح، تحمله مسؤوليات مع أنك أنت في لو حررته من هذا القلق ممكن يبقى يعمل لك اللي أنت عايزه أكتر صح. فما تيجي نطلبها من الاثنين بقى يا ريت. جمهور الأهلي يعني بالمناسبة يعني جمهور طماع جدا جدا عايز كل حاجه. يعني الماتش اللي فات عايز ارجع الماتش اللي فات انا بشوف ان من افضل الماتشات اللي الاهلي لعبها السنه احسن ما احسن ماتش لعبناه. سجلت هدف رائع جدا، ضيعت 9 فرص محققين، انت الافضل طول المباراه. يعني لولا يعني مش عايز اقول عدم المسؤوليه بس يعني عارف انت دي اللي خضرتك سهوله المباراه خضرتك بالظبط كده. انت النهارده وصلت لدرجه ان انت بتهاجم 9 لعيبه وموجود في 18 لعيبه والجول بتاعك في نص ملعبك وجمهور الاهلي طالع مش عاجبه الاداء ومش عاجباه النتيجه. ده وضعه طبيعي ان جمهور الاهلي مش عاجبه الاداء لكن المهندس عدلي عاجباه ريحه الطعميه. نطلع لفاصل ونروح له وبعد الفاصل ننتقل للشيف محمد خطاب بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم معانا الشيف محمد خطاب وسحور بالهنا والشفاء كابتن بلال. في الفاصل قبل ما المهندس عدلي ينشغل بالطعمية لا معانا الشيف ابراهيم المنيسي. استنى لحظه، انا اللي قدام الاكل. هو قدامه هو موصي على طبق اومليت واخد بالك؟ لا ما تشوهوه. طيب واحنا دلوقتي هو اللي هيعمله هو لا واحنا بنتكلم يا كابتن احمد في طيب اللي جاي يعني احنا يمكن في البدايه عرضنا عدد الماتشات اللي الفريق المفروض يؤديها خلال شهر 9 مباريات منهم طبعا منهم من ابتداء من ماتش انبي يوم السبت لغايه لما هتلعب ماتش نهضه بركان على السوبر الافريقي. السوبر الافريقي في خلال شهر يا باشمهندس 9 مباريات منهم 3 مباريات في افريقيا. انت كمان عندك انبي بعد بكره ثلاث، انت ماتشين في دور الثمانيه يعني في دور الابطال. تلعب الاربع خميس جمعه انت مش هتعرف تريح مش هتلحق انت عايز بقى انت عايز 30 لعيب جاهزين و30 لعيب كلهم يكونوا بيلعبوا عشان تقدر طب ايه الوضع يعني عشان تقدر يعني تستمر في الاصابات. بص وانت حتى لما هتوقف اللعيبه دي هتروح المنتخبات. بص في مسؤوليتين هنا ناحيه، في مسؤوليه على المدرب طبعا احنا طبعا يعني في مسؤوليه كبيره على اتحاد الكوره والجدول والزنقه اللي اتزنق بس ده قدر البطل يعني يعني الاهلي بيلعب بطوله افريقيا طبعا وهيلعب السوبر ولعب السوبر الافريقي ولعب كاس عالم الانديه وفني دوري ابطال افريقيا ده قدر البطل يعني الاهلي في حته مش موجود في اي حته في مصر والناس بتزعل لما بنقول الكلام ده بس دي الحقيقه يعني فاهم يعني الناس بتزعل لما بنيجي نقول يا جماعه انت بتقارن مين بمين ما ينفعش تحط مقارنات انت فرقه بتلعب طول السنه وفرقه بتلعب كل اسبوعين ماتش او على حسب ترتيب الجدول عاجبك الاومليت صاحبك خد الاومليت وهينساك لو في حته ثانيه هيبيعك كلموا بعض انتوا ولا خليكم انتوا مع موسيماني بقى لو في حته ثانيه خليكم انتوا مع موسيماني لا وباشمهندس موصيل بعنا من اول طبق بعنا من اول طبق انتوا بتتكلموا انا عيني على الاومليت هو عايز مستوى لا هو مش عايزه مستوى عايزه بمواصفات معينه خاف تعمل فيها زي المره اللي فاتت تنسى الطعميه وتجيبها لي عباره عن قوالب طوب. فالنهارده مستر موسيماني لازم الروتيشن بقى التغيير في اللعيبه تمام لازم يغير كل ماتش على الاقل 3 لعيبه على الاقل 3 لعيبه يعني الموضوع بيبقى صعب عمليه الانسجام ما هو الروتيشن بقى ما دي كابتن بلال كنا لسه بنتكلم انت عايز تعمل روتيشن مش عايز لعيبه مصابه بقى طبعا انما انت بتعمل روتيشن اضطراري بناء على الاصابات اللي عندك صح هو الراجل لو عنده كل لعيبته ما كانش هيبقى عنده ازمه على فكره صحيح مظبوط كان هيعرف يجهز ويزق واحد ورا الثاني
لكن تقعد تغير لي مثلا خط الدفاع بالكامل يتغير بالكامل. رامي ربيع رجع وده شيء جيد. سعد سمير برضو رجع وده شيء كويس. بس انت بتضطر انك تلاعب لعيبه زمالك باشمهندس غصب عنهم يعني مش جاهزين. ايوه يعني انت رامي لعبته الزمالك ومش جاهز يعني رامي ما خدش ماتشات حتى وديه قبل الزمالك تمام بس خلاص اتحط في موقف وكان راجل في ماتش الزمالك وعمل ماتش هايل جدا لعبه بالخبرات يعني. بنعول على شخصيه اللعيبه شخصيه اللعيبه والكاريزما بتاعتهم وشخصيه النادي الاهلي لان خد بالك انت المسؤوليه اللي بتحطها عليهم شخصيه النادي الاهلي تمام دي مسؤوليه بتخلي اللعيبه تطلع الطاقات اللي موجوده يعني احنا الماتش اللي فات محدش يتخيل ان الاهلي هيبقى بالمستوى ده المستوى الجيد يعني انا ما هتكلم انت اتغلبت خلاص مش مهم بنتكلم على الاداء احنا بنتكلم على بعد الزمالك اجهاد جامد جدا طبعا بتلعب بعديها بثلاث ايام فانت متخيل نواقص عندك نواقص كتيره جدا فانت متخيل انك تروح ماتش سموح هتبقى قليل هم اللي هيسيطروا وهم اللي عندهم السرعات وهم اللي اجهز بدنيا وهم المفترض ان يكونوا الافوق لكن انت غيرت المفاهيم دي هي دي شخصيه النادي الاهلي بقى تمام اللي بتفرض نفسها وبتفرض نفسها على اللعيبه بتاعتها كمان يعني تخلي اللعيبه عندك نازل هو متحمل مسؤوليه تمام فده اللي حصل لكن جزء كبير جدا برضو على اللعيبه اللعيب لازم يراعي ان هو عنده ماتشات كل 3 4 ايام كل 48 ساعه كمان عمليه الريكفري ان هو يريح الاستشفاء يعملها بشكل كويس جدا يحافظ على نفسه بره الملعب اكتر مهمة بكتير جداً, طبعا. جدا 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 وبره الملعب يا جماعه معناه ايه مش انه بيتصرف غلط لو سهرت في البيت انت كده ما حافظتش على صح نفسك صح صح لان النوم علميا كل عمليات الاستشفاء بتتم وانت نايم يعني وانت صاحي كده الخليه بتموت في الحته اللي انت ضربتها عشان ترجع تجدد نفسها وانت نايم مش وانت صاحي عمرها ما الخليه تجدد نفسها الا في النوم فانت عشان تعمل الريكفري تتمرن كويس قوي ده شغل وراثه بقى من الكليه يعني ده 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 علم انت محتاج انك انت تنام كويس جدا السهر عدو اللعيب صحيح سهر عدو اللعيب حتى لو سهران بتتفرج على التلفزيون وبعد قافل ما انت بتبقى سهران في البيت انا ما بقولش بتعمل حاجه غلط بس جسمك ما نامش في التوقيت السليم ايوه النقطه اللي انا عايز اكلمها يا كابتن بلال اللعيبه لا هي ملائكه ولا هي شياطين صحيح لا هي حاجه كامله و و و و ولا تخطئ يعني اللعيب اول ما يعمل حاجه صح الجمهور يديله نوع من القداسه ايوه صحيح ولا يتوقع منه يعلي قوي اول ما يغلط يخيب امالهم فيروحوا بسرعه زي غلطه الشناوي يعني انا برضو يعني ليا يعني كومنت يعني تعليق صغير يعني انت النهارده بتلعب دوري عام في بتلعب تقريبا حوالي 38 ماتش تقريبا يعني مش كده وارد انك تتغلب طبعا ده اكيد مش هتكسب بس ال 38 استحاله ده رقم واحد رقم اثنين اللعيب وارد انه يغلط ده 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 اصل كره القدم اساسا انت لو لعبت الصح كله هتجيب 100 جول في الماتش أيوه. لكن وارد انك تغلط في كوره الثانيه وارد انه يبقى خطا كبير وارد انه يبقى خطا صغير فكون ان الشناوي غلط غلطه تمام ده مش معناه ان هو بقى اوحش لعيب في العالم او بقى ما يستحقش ان هو يكون موجود او او, أو كل الاقل خد بالك انت بتسمع على السوشيال بتشوف على السوشيال ميديا حاجات افوره يعني غريبه جدا 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 يا جماعه الراجل ده افضل لاعب في مصر مش افضل حارس صحيح افضل لاعب في مصر محمد الشناوي تمام ممكن في بعض الاوقات تفقد تركيزك ما هو ده اللي بنقوله بص ما فيش لعيب ان انا اخده انه العلامه الكامله يا اما مش 100% يا اما زيرو يعني عندنا اللعيب لما يضيع ماتشين ثلاثه عايزين يخلصوا منه ويبتدوا يهاجموه بشكل لا اللعيب الكوره حسب حالته النهارده وتوفيقه النهارده وفي اللحظه دي ودرجه مسانده زمايله ودرجه ثقه مدربه فيه وبعدين في النهايه في المجمل التوفيق العام بقى بتاع اليوم فالنهارده ممكن لعيب يضيع فرصه وفرقته تخسر الناس بتكرهها له لكن لعيب تاني يضيع فرصه وفرقته كسبان اربعه محدش يفتكر وهو جاب منهم جون يبقى نجم النجوم فاللي انا عايز اقوله بالراحه وخلينا موضوعيين ومش ضروري كلنا نبقى كوتشات وتعمل اللي في دماغنا احنا مفيش اتفاق
حضرتك انا وانت بس عم محمد خطاب عمل لك الاونلايت اللي انا عايزه اللي في دماغك وهو ده اللي انا عايزه من الكوتشات في اتفاق على الاومليت ان لما نقول حاجه يلتزموا بيها ما ينشغلش دماغه لوحده يخدم على الفيروت يخدم على الفيروت كويس هو مخدم على الباشمهندس كويس الحقيقه النهارده باشمهندس اللي وصل للقاهره الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي موتسيبي استقبلوا المهندس هاني ابو ريده والمهندس احمد مجاهد وكانت لفته طيبه جدا انه الراجل حرص يروح للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في بيته عشان يهنيها على سلامه نجاته بعد حادث السياره اللي كان تعرض لها زار الدكتور اشرف صبحي في البيت ورحب بيه الدكتور اشرف صبحي في مصر وتمنى له التوفيق في بدايه عمله وانه يسهم فعلا بمجهوده الكبير في تطوير الكره الافريقيه. والله احنا نعول على الراجل ده جاي من دولة كروية عريقة أحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي أوه. جنوب أفريقيا مع مصر أيه. والسودان وأثيوبيا مش أثيوبيا برضو أوه. الأربعة اللي أسسوا الاتحاد الإفريقي وأعتقد أن إحنا نعول عليه أن هو فعلا الكرة الأفريقية تتظبط صح تتظبط صح يعني إيه ما يبقاش فيها مراكز قوة ما يتقالش نفوذ فلان الفلان في الاتحاد ما نسمعش الجملة دي لكن نسمع سياسة بتطبق على الكل ونشوف علاج حاسم لأزمة التحكيم الأفريقي أزمة التحكيم الأفريقي وعلى فكرة نفس الطلبات اللي بنطلبها الاتحاد المصري والله العملية سهلة جدا احنا مصعبينها لأن مفيش إرادة إن إيه نغرض إرادة الحاكم المصري في القمة ونجحت وادى بشكل كويس يعني صراحه كابتن احمد احنا كنا سعداء جدا بيك ربنا يخليك استاذ ابراهيم ربنا يكرمك ودايما متالق ودايما مستمتعين بتحليلاتك دايما ربنا يخليك ربنا سعيد بيكوا يعني دايما اساتذتنا طبعا وتبقى حاجه شرف لينا ان احنا نبقى موجودين انت غالي علينا وانت حاجه قيمه كبيره يا كابتن احمد ربنا يخليك نورتنا كابتن ربنا يخليك يا باشمهندس تسلم طيب استمتعنا مع حضراتكم في الاهلي في رمضان في لقاء الخميس الخميس الجاي في مفاجاه مهمه ان شاء الله دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا كل سنة وانتم طيبين وسحور طيب بإذن الله تصبحوا على خير